بالنسبة للتقمص، تفتكر مين كمان من نجوم السينما المصرية كانوا بيتقمصوا قوي؟ يوه كتير. لا الكبار في السن خصوصا. يعني زكي رستم اكتر واحد كان بيتقمص، كان بيتجنن خالص، يعني ما تقدريش بقى تمسكيه خالص. كان بيخرج من شخصيته وبيبقى بس كان هايل، بس كان ممثل هايل، بس هو اوفر يعني زياده. من كتر ما بيتقمص بيزودها، يعني العصبيه بتاعته مثلا المفروض يبقى عصبي شويه في المشهد، يوم يبتدي ويبني العصبيه، يبني العصبيه لغايه اما تبقى حاجه بتفرقع في الدنيا كلها. تفتكر عمل معاك ايه في فيلم صراع في الوادي؟ صراع في الوادي انا ما كانش معايا مشاهد كتير معاه. اول مشهد صورته كان معاه اللي قلت لك عليه، اللي قعد هو عنده مقاله طويله وانا في الاخر بقول جمله. اول شوت عملته في الفيلم وقلت ليوسف شاهين، قلت له طب ما تعمل كات وتعال علي عشان انا بخاف بعد ما الراجل ده يقول صفحتين اغلط انا في الجمله. وفعلا غلطت مرتين ثلاثه، وبعدين هو كان لطيف قوي معايا بعد كل ده يقول لي معلش انا اعيد تاني، انا عايز اعيد تاني. وبعدين لما قلت الكلمه ثالث مره او حاجه كده قال لي عارف دي احسن مره عملتها عشان ما نوبش نفسي.